Hello everybody, مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد في اللغة الإنجليزية. حقيقة درس اليوم لتخفيف الأخطاء التي يعاني منها كثير من الطلاب. الكثير من الطلاب بيعانوا من مشكلة تغيير الزمن بشكل سهل. يعني البعض يقول يا أستاذ مراد، رغم أننا يعني درسنا الأزمنة، المضارع القصير present simple present continuous past simple past continuous future المستقبل، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تغيير الجملة وتغييرها إلى زمن آخر، لأنه يعني نجد أخطاء، وأيضا نجد مشكلة كمان في الجملة وكذلك في السؤال. يعني عندما نريد أن نوجه لأحد سؤال نجد نفسنا أننا بنخطئ يعني أخطاء كثيرة، فنحتاج إلى تذكير أو إلى يعني تمرين يوضح لنا المسألة بشكل أوضح، وهو درس اليوم. خليني أعطيك اليوم نموذجين لجملة واحدة قمت أنا بتغييرها إلى عدة أزمان، يعني أتلاعب بالزمن، نغير من زمن إلى زمن، نفس الجملة نغيرها إلى عدة أشكال إلى أزمنة مختلفة. يعني أيضا مثال آخر نفس الكلام، وفي هذا الجهاز سنتحدث كيف أيضا ممكن نغير سؤال واحد ونغير زمن هذا السؤال إلى زمن آخر كما يعني نرغب أو نريد. خلينا ندخل على طول في الموضوع. مثلا you watch TV، من الواضح اللي يعني عنده خلفية على الأزمنة ولو بشكل بسيط سيعرف أن you watch TV هذه جملة يقصد بها في المضارع البسيط أي الـ present simple. ما معنى المضارع البسيط؟ يعني الشيء اللي أنت حاب تتحدث فيه عن العادات أو اللي بتتكرر في حياتك بشكل يومي. الأمريكان والبريطانيين أو اللغة الإنجليزية حددوا هذا الزمن لكي تتحدث فيه عن الأشياء التي تحدث في حياتك بشكل عام أي بشكل متكرر، فأنت لا يوجد عندك أي إشكالية عندما أحدهم يقول لك حدثني عن فلان أو عن نفسك أو حدثني، فتقول I study، يعني أنا بدرس بشكل عام. طيب حولنا هذه الجملة، أحدهم يقول إذا أردت أن أحول هذه الجملة من المضارع البسيط أي الذي يحصل يوميا إلى يحصل الآن، ستضيف الـ R وتضيف الـ ING. يعني لو تركزوا الـ watch 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 كما هي، فقط هناك يعني إضافات إما قبل الفعل وإما بعد الفعل وإما كلاهما. يعني هنا مثلا أضيفت فقط ED حتى تحول الفعل إلى الماضي، يعني watch فقط بدون إضافات اللي هو يوميا. Are watching الآن أمامنا في نفس اللحظة من الكلام، وأنت تشاهد التلفاز الآن أمام عيني الآن وأنت تشاهد التلفاز. Watching بالإيدي هو فعل ماضي، طبعا هناك أفعال شاذة، ليس جميع الأفعال تضاف لها إيدي فتصبح في الماضي، هناك أفعال شاذة مثل go ماضيها went. هنا إذا أردنا أن نحول الجملة إلى المستقبل، يعني أنت سوف تشاهد التلفزيون، فعندك طريقتين، إما أن تضيف الـ will قبل الـ watch فتصبح you will watch TV، أنت سوف تشاهد التلفاز، أو أن تضعها بـ going to، ولكن تحتاج، ركز معي، أنك تحتاج الـ are ثم الـ going to، لابد، يعني إما are ولا is ولا am ثم الـ going to. ايضا اذا اردت ان تجعلها في الماضي المستمر، انت كنت تشاهد التلفزيون، ستضيف الوير ثم الاي ان جي، لابد الاي ان جي، نعم لابد، لانه انا تحدثت عن الاي ان جي في الغالب بتكون بعد عائله البي، اللي مش عارف يعني هناك درس انا يعني شرحت فيه متى تستخدم الاي ان جي بشكل عام، يعني ممكن تستفيد منه. طيب يو هاف بين واتشينج، هذه ايش؟ هذه للمضارع التام المستمر present perfect continuous. يعني هذه ايش معناتها؟ اذا كان هذا يصير مراد you watch TV، انت تشاهد التلفزيون كل يوم، you are watching تشاهد الان، you watch it انت شاهد، you will watch سوف تشاهد، you are going to watch ايضا سوف تشاهد مع التخطيط والتنظيم والتأكيد، you were انت كنت تشاهد التلفزيون في الساعة الفلانية او في عند الحدث الفلاني، you have been watching هذه تعني أنت صار لك بتشاهد التلفزيون والمفروض تكون في لها تكملة for ولا since. وأيضا ممكن تكون you have been watching بمعنى أنت كنت تشاهد التلفزيون للتو، يعني أنت منذ وقت قصير كنت تشاهد التلفزيون، يعني مثل أيضا عندما أحدهم يأكل أو يسبح أو يعمل أي شيء
فيأتي أحدهم إليك ويقول لك ماذا كنت تعمل؟ فيسألك what have you been doing؟ فتقول I have been swimming، أنا كنت بأسبح. You have watched، هذا مضارع تام، والمضارع التام يعني ممكن يكون له عدة استخدامات، لكن هنا سنقول مثلا أنه شاهد التلفاز للتو، يعني منذ وقت قصير مضى، بينما المضارع التام له أكثر من استخدام. طيب نفس الموضوع، سنقوم بتغيير she lives، هي تعيش في الولايات المتحدة، نفس الطريقة سنقوم بالتلاعب بالأزمنة وتغييرها. أنا الهدف من هذا الموضوع أن أعرض لك، أنت إذا أردت أن تحول جملتك من زمن إلى زمن إلى زمن، ما هي الطريقة وكيف التدريب عليها عشان تستفيد منها، عشان تعرف الفرق. فشي ليفز معروفة إنها مضارع بسيط، نفس watch. أحدهم يقول هنا أنت لم تضف الإس، هنا في إس، لأنه قاعدة المضارع البسيط البريزنت سيمبل إنه فقط الإس يضاف للفعل بعد الهي أو الشي أو الإت فقط. أما الآي واليو والذي والوي فلا يوجد فعل، لا يوجد إس للفعل، مثل هنا كلمة يو، الفعل إذا جاء بعدها لا أضيف إس. طيب الشي هنا شي ليفز، هي تعيش في الولايات المتحدة يو إس إيه، هذا بشكل عام كما أخبرتك البريزنت سيمبل عندما تريد أن تتكلم على، يعني واحد يقول كلمني عن أختك تقول له شي ليفز، هي تعيش بشكل عام، يعني مش وأنا بتكلم معاك أنا لا أريد أن أحدثك الآن ونحن نتكلم وهي عايشة الآن، لا هي عايشة بشكل عام من زمان والآن وعلى طول، يعني هي عايشة في الولايات المتحدة الأمريكية. وشي إز ليفينج، هذا مضارع مستمر، وهذا معناته أن المضارع المستمر أنه هذه أختي مثلا أو هذه المرأة عايشة فقط لفترة محددة في الدولة الفلانية. طبعا أنا تكلمت أنه الآن يجي له أكثر من استخدام، فأنت ممكن تستخدمه للآن أو للمستقبل، المضارع المستمر نعم ممكن للآن ممكن للمستقبل، وممكن عندما تريد أن تتحدث فقط لفترة مؤقتة، يعني فلان يدرس he is studying English in London فترة مؤقتة ثم سيعود. الماضي she lived، هي عاشت. will live سوف يعيش. is going to live كما أخبرتك سوف يعيش. was living كان عايش في الفترة الفلانية أو في. has been living هو صار له عايش، أو يعني ممكن تكملها هنا for لمدة مثلا 20 years لعشرين سنة. she has lived هي عاشت أيضا. إذا مضارع تام، مضارع تام مستمر، past continuous، الfuture المستقبل، will الpast simple، present continuous present simple. ركز على التغييرات التي تحصل للفعل وخذ بالك منها عندما تريد أن تختار الزمن المناسب لجملتك. طيب لما نغير السؤال العملية تقريبا مختلفة، لأنه هذا سؤال وهذه جملة. فإذا كان السؤال من she lives in USA where does she live، هذا هو السؤال أين هي تعيش. إذا أردت أن تغير السؤال وتقول أين هي عايشة يعني الآن where is she living، أين هي عاشت where did she live، أين هي سوف تعيش where will she live، أين هي سوف تعيش كتخطيط وتنظيم مستقبل رقم 2 where is she going to live، أين هي كانت عايشة where was she living، وأيضا ممكن where has she been living، يعني أين كان يعني هي صار لها كم وهي عايشة، أين كانت هي عايشة. ولا أيضا ممكن تضيف where has she lived، أين عاشت. طبعا واضح أنه أنت بتقوم بعملية تغيير الأزمنة، ومن الواضح أنك يعني قمت بتغيير الجمل، وأنت تحتاج إلى هذا الموضوع إلى تدريب حقيقة وتتمرر عليه وتتمرس عليه، لأنه تقريبا أنت لن تتحدث عن زمن واحد ولا عن سؤال واحد، يعني أنت حاب تغير سؤالك تغير جملتك، وهذه تقريبا الفائدة من الأزمنة، يعني الأزمنة بندرسها ليه عشان نعرف نغيرها من زمن إلى زمن حسب مقتضى احتياجي عندما أنا أكون جملة أو أكون سؤال. أتمنى أن يكون الدرس اليوم استفدت منه، لا تنسوا الاشتراك ولا تنسوا اللايكات وترسلوا لزملائكم يستفيدوا منها. Thank you very much، شكرا جزيلا لكم، good luck، حظا موفقا.
Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس حقيقة اليوم يعتبر جامع شامل كامل لأزمنة اللغة الإنجليزية الضرورية والمهمة والأكثر شيوعا. وحقيقة درس اليوم هيتكلم على كيف تستخدم هذه الأزمنة بالشكل الصحيح، ونريد أن نتجاوز الخطأ الذي يكرره الكثير من دارسي اللغة الإنجليزية، وهم أن يدرسون القاعدة ولكن لا يعرفون متى يستخدمونها، وهذه كارثة حقيقة عندما يعني يتحدث الطالب ويستخدم الزمن بشكل خاطئ، فكأنك يعني لم تدرس هذا الزمن أصلا. الحقيقة أنه أيضا في التحدث أنت إذا لا تعرف الزمن المناسب متى تستخدم هذا الزمن أو هذا الزمن أو هذا الزمن، فمن الطبيعي أنك ستسكت يعني أو لا تتجرأ أن تتحدث لأنك لا تعرف متى تستخدمه أصلا. الحقيقة أيضا أنه هذه الأزمنة هي الأكثر شيوعا والأكثر أهمية. هي سبعة أزمنة، أنا تحدثت على Present Continuous والPresent Simple والFuture بنوعيه Will وGoing To والPast Simple الماضي البسيط والPast Continuous الماضي المستمر والPresent Perfect المضارع التام والPresent Perfect Continuous المضارع التام المستمر. هذه تقريبا السبعة الأزمنة من وجهة نظري أنا الشخصية هي الأكثر شيوعا واستخداما في الحياة. أحدهم يقول يعني بقية القواعد مش مهمة، أنا أتحدث على الأزمنة، هي تقريبا هناك 12 زمن، أنا بدرسك الآن سبعة أزمنة، إذا أنت ألميت بهذه السبعة الأزمنة يكفيك، بقية الأزمنة ممكن تأخذ يعني نظرة، تأخذ عنهم فكرة بسيطة لا يضر، ممكن أنا أشرحهم مثل past perfect الماضي التام أو past perfect continuous الماضي التام المستمر أو future continuous المستقبل المستمر. هذه الأزمنة حقيقة لا تستخدم كثيرا مثل السبعة الأزمنة هذه اللي هي الأكثر شيوعا واستخداما، وأنت يعني هذا ما تحتاجه في الحياة أو عند السفر أو في دراستك أو في قراءتك أو استماعك للأفلام، أكثر ما بيستخدموا حتى الأفلام السبعة الأزمنة هذه. فأنت خذ بالك أن تفهم هذه الأزمنة كقانون وكسؤال وكنفي ومتى تستخدمهم. النقطة الرابعة اللي بنتحدث عليها اليوم واللي أنا بركز عليها، متى تستخدم كل زمن بشكل صحيح حتى لا تخطئ. واللي يعني الحقيقة النقطة اللي حاب أوضحها إنه في امتحانات التوفل والآيلتس والامتحانات المتقدمة أو حتى في الشركات أو حتى في الانترفيو لا يركزون فقط على تركيبك للجملة والقانون، يركزون جدا على استخدامك للزمن بالشكل الصحيح. حتى لا نضيع الوقت خلونا ندخل في الدرس مباشرة. أنا في كل زمن في البريزنت كونتينيوس مثلا أعطيت القانون ومثال والخط الزمني. ما هو الخط الزمني؟ الخط الزمني حياتنا يعني الطبيعي إنها تكون إما شيء ماضي حصل أو الآن أو في الفيوتشر في المستقبل. هذا الخط الزمني سيساعدنا أكثر حتى نفهم الاستخدامات للأزمنة. فالبريزنت كونتينيوس وهو المضارع المستمر، المثال أو القانون تبعه تبدأ بسبجكت، كل الجمل كما تعلمون تبدأ بسبجكت. في البريزنت كونتينيوس طبعا أم إس وآر ثم الفيرب يتم إضافة الآي إن جي له، وأنا أنزلت مقاطع على استخدامات الآي إن جي ثم الأوبجكت. مثال على ذلك، وأنا حاولت ويعني يعني صممت إن أستخدم نفس المثال في كل الأمثلة حتى تعرف الفرق بينهما. فقلنا مثلا هنا he is cooking lunch now. he is cooking الفعل ثم ing object هو يطبخ الغداء الآن. هذا الـ present continuous لو اعتبرنا الخط الزمني أن حياتنا أو نحن نتكلم إما على الماضي أو الآن أو على المستقبل، فالـ present continuous هو يتكلم على الآن على اللحظة التي تتحدث بها. طبعا الـ present continuous هذا هو استخدامه وهذه أمثلته، وتستطيع أن تكون يعني أمثلة كثيرة. she is reading now, they are playing football. طبعا أحدهم يقول هل هناك استخدامات أخرى للـ present continuous؟ نعم، وإن كنت أنا لا أتمنى أن أذكر كل الاستخدامات، لكن يعني اليوم أنا يعني أحاول أن أقفل هذا الباب قدر الإمكان.
هناك استخدام ثاني للبريزنت كونتينيوس وهو أن يستخدم للفيوتشر للمستقبل. واحد يقول يا أستاذ مراد شوية شوية معقولة ممكن يستخدم البريزنت كونتينيوس للفيوتشر؟ نعم، الاستخدام الأول للبريزنت كونتينيوس هو للحظة للآن أثناء كلامك، وهو الأكثر شيوعا عند الناس. ولكن أيضا مشهور جدا أنك تستخدم البريزنت كونتينيوس للفيوتشر للمستقبل. واحد يقول وكيف يعني كيف تستخدمها؟ فقط بدل ما تقول ناو غيرها فتصبح tomorrow، he is cooking lunch tomorrow، وتصبح مستقبل يا أستاذ. نعم تصبح مستقبل ولا عليها أي غبار، وصحيحة صحيحة. تستطيع أن تقول I am playing football now أو I am playing football tomorrow أو next week، ما فيش أي مشكلة. متأكد؟ متأكد، لا تقلق، أنا ما أعطيك معلومة إلا أنا متأكد منها. يعني أصبح هناك استخدامين يا أستاذ مراد للpresent continuous اللي هو الآن، وكذلك للشيء اللي بيحصل نفس اللحظة من الكلام والمستقبل أقصد. نعم استخدامين، وفي أيضا استخدام ثالث لو حبيت. واحد يقول يا أستاذ مراد لا تخربطنا. لا أنا هعطيك عشان يكون الفيديو هذا كامل شامل ويصبح مرجع لك، كل ما أردت أن تعرف استخدامات الأزمنة تعود لها. طيب ما هو الاستخدام الثالث للبريزنت كونتينيوس؟ الاستخدام الثالث للبريزنت كونتينيوس هو للتمبوراري سيتويشن. تمبوراري يعني مؤقت، للحالات المؤقتة. واحد يقول مش فاهم، أنت الآن جاي مثلا من القرية أو من مدينتك وجاي تسكن في المدينة هذه، فأنت ستسكن في هذه المدينة لفترة مؤقتة في فندق أو في بيت عمك حتى تجد شقة، يعني مش بشكل دائم ولكن لحالة مؤقتة. فعندما يجدك يعني أشخاص يقول لك ماذا تعمل هنا؟ فحب تقول لهم أنا ساكن في بيت عمي، أو أنا يعني مقيم أو أمكث في بيت عمي أو بيت جدي أو بيت صديقي لحد أو حتى أجد شقة. فتقول I am living in my uncle's house. I am living، استخدمت المضارع المستمر I am living in my uncle's house until I find a flat، حتى أجد لي شقة. أحدهم يسألك أين أبوك؟ فتقول مثلا أبوك يعمل هنا في هذه المدينة، ولكنه راح مثلا عنده يعني عمل لمدة أسبوع في بانكوك مثلا. فيقول لك أحد Where is your father؟ فتقول له مثلا He's in Bangkok. فيسألك What is he doing؟ شوف ما لم يقول لك What does he do؟ إيش بيعمل؟ لأنه عارف أن أبوك شغال في هذه المدينة اللي أنتوا فيها. فتقول له He's working there. He's working for a week. He's working for a month. إذا الشيء اللي هو لحد فترة مؤقتة ثم يعني يعود تعود المياه لمجاريها وتكمل، فتستخدم له البريزنت كونتينيوس. أخوك في لندن بيدرس شهر شهرين لغة إنجليزية، فأحدهم يسألك وين أخوك؟ تقول له He is studying English in London. لا تقول له He studies. أحدهم يقول بس يا أستاذ مراد هو بيدرس كل يوم. صحيح كلامك، ولكن هو فترة مؤقتة ثم سيعود وليست حالة دائمة. إذا كانت الحالة مؤقتة فتستخدم البريزنت كونتينيوس. فتقول He is studying English in London. He is working in Bangkok. They are مثلا working، هم يعملون مثلا في المكان الفلاني فقط فترة محددة. أو I am living with my uncle، أنا عايش في بيت عمي أو مع عمي. Until I find a flat، حتى أجد شقة. هذه الثلاثة استخدامات للبريزنت كونتينيوس وهي أكثر شيوعا. ننتقل للبريزنت سيمبل عشان تعرف تستخدمه بشكل صحيح. نحن نعرف انه قانونه هي وشي وغير الفعل بعد بعده اس، اما الاي والي والدي والوي اذا جاء بعدهم فعل لا نضيف لهم اس. هذا القانون للبريزنت سيمبل. مثال، نفس المثال هي كوكس لانش افري داي وليست ناو. من الطبيعي ان البريزنت سيمبل بيتكلم على الهابتس على العادات، وانا انزلت مقطع كامل على الموضوع هذا. وقد تكون هذه العاده اولويز دائما يوجوالي عاده افري داي افري ويك sometimes often أو often يعني عادات يومية أسبوعية، العادات هذه اللي بتحصل في حياتك شهرية سنوية فبتستخدم لها البريزنت سيمبل. فنرجع الخط الزمني، إذا كان حياتنا في الباست مكونة من ماضي ومستقبل ووقت حاضر بريزنت ثم مستقبل، فهو شيء يحصل بشكل من زمان وللآن وللمستقبل، يعني هو شيء بيحصل بشكل مستمر، يعني عادة في حياتي إن أنا يعني مثلا العب كره القدم. فتقول I play football every day، انا من زمان بلعب، وفي الوقت الحالي ايضا في الوقت الزمن مش الان لا في البريزنت وقتنا المضارع به، وهلعب ايضا في المستقبل. فتقول I play football يعني شيء
مستمر ومعاد ومتكرر في حياتك. احدهم يقول ليش اذا كان مش متكرر شفتك انا ركزت على المتكرر. نعم اذا غير متكرر وعملته مره واحده فاكيد مش هتستخدم البريزنت سيمبل، انت ستستخدم الماضي اللي هو لعب كره قدم مره واحده وانتهى الموضوع، اكلت اكله اسمها الكافيار مره واحده. لكن لما تقول I always eat caviar، اذا انا في عندي عاده من زمان بعملها وفي الوقت الحاضر وفي المستقبل بعد اكرر اكل الكافيار. اذا البريزنت سيمبل هو للتحدث عن الاشياء اللي بتحصل في حياتنا بشكل متكرر ودائم. وخذ بالك انه عكس المضارع المستمر، اذا كان هذا فتره مؤقته اخوك بيدرس او انت عايش لحد ما تجي تشقه، لا هذا للحاله البيرمننت، هذا تمبوراري سيتويشن حاله مؤقته، هذا permanent situation حالة دائمة بشكل دائم. يعني عندما تقول I live in my with my uncle، أنا عايش بشكل دائم مع عمي، لكن I am living with my uncle، أنا عايش مع عمي بس فترة مؤقتة وأعود. My father works in Bangkok، يعني أبي يعمل في بانكوك بشكل دائم وليس لفترة مؤقتة. طبعا بالنسبة للفيوتشر أعتقد إنها بسيط جدا التفريق ما بين الويل والـ going to. الويل للمستقبل بمعنى سوف، والgoing to للمستقبل بمعنى سوف. الفرق الواضح بينهم وانا انزلت عليه مقطع ان الويل بدون تخطيط او للاشياء التي اتخذت عليها قرار الان للتو وغير مؤكد يعني. اما الgoing to فهو الشيء المخطط والمؤكد واللي انت اتخذت عليه قرارات مسبقه. فحتى هم في الانجليزي عندما يسالون بعض ايش مخطط تعمل في نهايه الاسبوع فيقولون so what are you going to do at the weekend what are you going to do وتختصر what are you gonna كما تعرفون what are you gonna do at the weekend. فاذا كان هو يعرف وقرر فيقول I'm gonna go I'm gonna buy I'm gonna visit I'm gonna play، يعني خلاص انا مخطط العب كذا. اذا مش مخطط فيقول اسمع ركز I don't know I think شوف اعتقد يعني مش مؤكد I will. لذلك دائما تسمعوا I think I will، اعتقد اني سوف اذهب، يعني لسه مش اكيد. اذا الويل الاشياء اللي مش اكيده، ما اتخذتش قرارات لها، لم تنظمها ولم تخططها. والجوينج تو مخطط ومنظم ومؤكد. الباست سيمبل، عندما انتقل الى الماضي البسيط هو من اسهل الدروس في اللغه الانجليزيه. يقول لك الباست سيمبل هو يعني سابجكت ثم الفعل يضاف له اي دي ثم اوبجكت. مثل هي كوكت لانش يسترداي، هو طبخ الغداء البارحه. فالخط الزمني انه هو شيء حصل في الماضي وانتهى، يعني لا يوجد له اي علاقه بالـ لا المضارع ولا المستقبل. يعني ايش حصل؟ ايش الاشياء اللي انت انهيتها وعملتها امس؟ والله اي جوت اب، استيقظ، ماضي جيت اب، جوت اب، بلاي فوتبول، لعبت كره قدم، واتش تي في، وشاهدت التلفزيون، فيزيتد، زرت سام فريندز، بعض الاصدقاء، وبس، وكيم باك هوم، رجعت البيت ونمت، اي سليبت، خلاص I went to bed at about كذا كذا. انتهى الموضوع. رحت روحت بيتي ونمت، اشياء انت عملتها وانتهت يعني. اما الباست كونتينيوس الموضوع يختلف، قانونه سبجكت واز وير بعدين الفيرب بعدين اي نيدي ثم اوبجكت، وهذا اخذنا عليه درس خاص كامل له. فنفس المثال هي واز كوكينج لانش ات 3 كلوك. الفرق هنا انا لم نقول يسترداي ولكن قلنا ات، يعني حددنا وقت. يعني هو الباست كونتينوس له استخدامين. الاستخدام الاول انت بتتكلم على سيرتين تايم، سيرتين تايم يعني سبيسيفيك تايم، وقت محدد في الماضي. اذا كان هذا لا يتكلم عن وقت محدد، امس بشكل عام، لاست ويك بشكل عام، لكن هذا يعني خصصوه الباست كونتينوس عشان يتحدث على وقت محدد في الماضي، الساعه الفلانيه انا كنت بعمل كذا. يعني هنا المثال he was cooking lunch at 3 o'clock، فمعناته انه في الماضي احنا بنتكلم ما بين الساعة 2 إلى الساعة 4 الساعة 3 أنا كنت in the middle of the action، أنا كنت في وسط الطباخة، وسط الفعل. عندما أي أحد يقول I was cooking, I was sleeping, he was cooking, he was playing، أي هو يقصد أنه في تلك اللحظة هو كان في منتصف عمله لذلك الفعل، كان الطباخة أو اللعب أو السباحة أي أيا كان. طيب أحد يقول يعني أنا متى استخدم هذا؟ متى استخدم هذا؟ أنت بتستخدم هذا عندما ما تحب تقول الساعة الفلانية أو عندما حدث كذا، لا، تقول أنا لعبت وأكلت وشربت ونمت. لكن هذا هم خصصوه عشان تقول أنا كنت بعمل الشيء الفلاني الساعة كذا، أو عندما أنت اتصلت بي، أو عندما حدث كذا،
فهم حددوها بإما at أو when، عندما أنت when you called me، عندما أنت اتصلت بي، يعني حددوا خصصوا الباست كونتينيوس مخصص للتحدث على certain time، الوقت المحدد. certain time، وقت محدد أو specific time. قالوا لك إذا أردت أن تتحدث عن وقت محدد في الماضي استخدم الباست كونتينيوس. طبعا حاب أتكلم على الماضي بشكل عام بدون ما أحدد وقت أو عندما حصل كذا، خلاص استخدم الباست سمبل. قل أكلت وشربت ونمت، أبي أكل وشرب ونام وذهب واشترى ثم يعني قابل زميله، انتهى الموضوع. لكن هذا عندما تقول أبي كان يقابل فلان عندما أنا رأيته أو عندما كذا أو الساعة كذا، هم كذا يعني باختصار، أنت امشي بعقليتهم لا تمشي بعقليتك. هم يقول لك إذا حبيت أن تستخدم آت أو عندما حصل استخدم الباست كونتينيوس. بتتكلم عن الماضي بشكل عام استخدم الباست سمبل. أعتقد هذا الاستخدام الأول أصبح واضح. الاستخدام الثاني ايضا استخدم الباست كونتينيوس عشان تقول عندما انا او بينما انا كنت نائم فلان اتصل بي، يعني في فعل كان ماشي وفي في النص فعل قطعه، بينما ابي كان يطبخ قطع اصبعه. While my father was cooking lunch he cut his finger. While I was driving my car on the street I saw Mr. Abdullah. بينما انا كنت اقود سيارتي في شارع كذا وجدت السيد عبد الله. إذا في فعل كان يحدث في الماضي بشكل مستمر، خذ بالك. ويأتي فعل في الوسط بشكل past simple، يعني حصل. While I was cooking I cut، قطعت إصبعي. While I was sleeping، بينما أنا كنت أتصل. My father called، بينما أنا كنت نايم أبي اتصل. While she was playing، بينما هي كانت تلعب. She broke، كسرت her arm، درعها. وعلى هذا الحال. إذا أنت امشي بعقليتهم ولا تحاول أن تقارن ما بين اللغة العربية والإنجليزية وتقول لي بس إحنا في اللغة العربية نقول، لا تقول لي، لا تقارن لو سمحت. هو حدد لك استخدامات الباست سمبل، امشي عليها. استخدامات الباست كونتينيوس عندما تقول آت أو وين أو بينما كان يحصل شيء، حصل شيء، انت امشي بطريقتهم وريح دماغك، وقف المقارنة ما بين العربي والإنجليزي أرجوك. البريزنت بيرفكت، المضارع التام. المضارع التام أنا نزلت له عدة حلقات، اختصرها الان انه هذا المضارع التام قانونه subject ثم الهاب او الهاز ثم ياتي بعده الفعل في التصريف الثالث. الكثير كان يسال متى استخدم التصريف الثالث؟ بعد الهاب او الهاز مباشره، دائما ياتي فعل في حالته في التصريف الثالث. go went done play play played، فplayed وgun والسين تاتي بعد الهاب والهاز. ونفس مثال الطبخ مثلا انا لم اكتبه لانه في عده اشكال. المضارع التام له عدة أشكال، ممكن تتكلم مع just الشيء اللي حصل قبل قليل، يعني present perfect الاستخدام الأول للشيء أو للحدث الذي حصل للتو قبل قليل، أو already عندما تفاجئ شخص يقول لك اطبخ لو سمحت تقول له I have already cooked، أنا طبخت مسبقا، أو مثال على I have just cooked، أنا لسه للتو أو منذ وقت قليل طبخت. وعند السؤال عندما واحد يسأل واحد هل عمرك طبخت سمك، have you ever cooked lunch، فاشوف ever يعني معناته من الماضي الى يعني في حياتك كلها الى اللحظه ما اكلمك، هل عمرك في حياتك طبخت؟ هل عمرك اكلت الكافيار؟ have you ever eaten، التصريف الثالث من eat، هل عمرك اكلت كافيار؟ have you ever eaten كافيار؟ اذا هذه ثلاثة الاستخدامات، واللي حاب يتعمق فيها اكثر انا انزلت لها مقطع يشوفه. البريزنت بيرفكت كونتينيوس، المضارع التام المستمر. القانون تبعه subject have been or has been، ثم يأتي الفعل مضافة له ing، ثم الobject، ثم يأتي since أو for. أحدهم يقول ليش ing؟ أنا نزلت مقطع استخدامات ing كامل عشان تريح بالك، انظر لها عشان ما تدخل الدروس في بعضها. مثال I have been، احنا يعني شرحنا قبل كده انه have been معناتها أنا صار لي أو أنا بقالي أو أنا قد لي بأطبخ. I have been cooking lunch since منذ الساعة الخامسة، أو for 3 hours يعني لمدة 3 ساعات. أيضا اللي بيسأل الفرق بين since و for، أنا أنزلت له إنه since بداية الفترة و for يعطيك مجمل الفترة، يعني تجمع المدة سنوات أو أيام أو ساعات وتجيبها مع for. أما since تعطيني بداية فترة طباختك أو بداية عملك للشيء الفلاني. فيعني الخط الزمني إنه الـ present perfect continuous هو يقول أنا صار لي I have been، وتجيب for since.
أنا صارلي، يعني أي هاف بين باختصار معناتها أنا قدلي أو أنا صارلي. واحد يقول يا أستاذ مراد هذا هو الاستخدام الوحيد للبريزنت بيرفكت كونتينوس؟ لا، حقيقة هناك استخدام آخر وهو يعني لم أذكره أنا في درسي للباست بريزنت بيرفكت كونتينوس، وهعطيك إياه باختصار. طبعا في هو تقريبا قريب إلى الباست كونتينوس، قريب للباست كونتينوس بس مش في الماضي البعيد، الماضي القريب. يعني عندما انت مثلا بتاكل اكل واثار الاكل موجوده على فمك او على وجهك او على يدك، واحدهم طرق الباب، فبتروح تفتح الباب فبيسالك ايش كنت بتعمل، مش هيسالك وات وير يو دوينج، لانه هذه يعني ماضي شوي لازم يكون بعيد. هذا قريب، سيسالك وات هاف يو بين دوينج، يعني هو شايفك اكل فتريد ان تقول له انا كنت اكل، فتقول له I have been eating. I have been eating يعني معناته أنا كنت باكل، أنا كنت باكل. واحد يقول معلش عشان بس ما تدخلش أستاذ مراد على النقاط، ليش ما قلتش I was eating؟ كلام جميل، هذا تتكلم على أمس أو قبل شهر أو الأسبوع أو، لكن هذا لسه الآن قبل قليل أنت كنت تاكل، فتحت الباب وهترجع احتمال كبير أنك تكمل أكلك. فلذلك تشوف الافلام الامريكيه عندما يجي شخص وعليه اثار ضرب او مشاكل او سباحه او احمرار، فيسال هي وات هاف يو بين دوينج، ايش كنت بتعمل؟ وات هاف يو بين دوينج؟ فيقول مثلا اي هاف بين فايتنج، انا كنت يعني اقاتل فلان. اي هاف بين سويمنج، انا كنت بسبح. يعني انت جاي لعنده واثار المياه تبع المسبح او البحر على جسمك، فعندما تقول I have been swimming, I have been eating, أنا كنت أسبح أو أنا كنت بأكل أو أنا كنت يعني أعمل الشيء الفلاني. أعتقد أنه أصبحت الصورة واضحة، ولكن طبعا أنت بالنسبة لك الأكثر شيوعا هو بيجي مع سينس فور يعني، بس أنا حبيت أذكر لك اليوم عشان أخلي الاستخدامات أكثر شيوعا واستخداما، وعشان لا تدرسها وتسمعها وتستغرب ما جتش مع سينس فور. أستاذ مراد قال لي أن البريزنت بيرفكت كونتينوس أخبرني أنه دائما يأتي مع سينس فور صحيح، ولكن في استخدام آخر معناته أنا كنت أعمل الشيء هذا للتو، يعني I have been eating أو she has been sleeping، هي لسه كانت نايمة يعني قامت من أثار النوم، فأقول لك she has been sleeping يعني كانت نايمة هي منذ قليل. يعني أتمنى أنه تكون استخدامات الأزمنة أصبحت واضحة للجميع. ركز أخي أختي في استخدامك لأزمنة اللغة الإنجليزية بشكل صحيح، ما لم فإن الموضوع حقيقة كأنك لم تدرس الزمن. يعني عندهم في الامتحانات في التوبل في الآيلتس في اختبارات الانترفيو في اختبارات العمل أو في عندما تتحدث مع أي شخص وتستخدم الزمن بشكل خاطئ، هم عندهم كأنك لم تدرس الزمن بشكل صحيح أو كامل، عندك خطأ، وهو مش هيستطيع أن يفهمك عندما أنت تستخدم الزمن بشكل خاطئ. طبعا عقلية الأجنبي أو الأمريكي والبريطاني والإنجليزي أو دارس اللغة الإنجليزية الأوروبية والبريطاني مبرمج بهذا الشكل، يعني بالشكل اللي أخبرتك عليه، لكن أنت بطريقتك العربية لو غيرت هذا الموضوع صراحة تدخل النقاط في بعضها وهتحصل misunderstanding سوء فهم. تحتاج أنت تطبق هذا الموضوع بشكل كثير، كتابة، أعيد مرة ثانية، لازم تعرف القانون من كل زمن وتفرق ما بين هذا القانون وهذا القانون وكل قانون عن الزمن الآخر، وتعرف كيف انك انت تستخدمه في جمل بشكل ممتاز دون اي اخطاء، وكيف تحول الى سؤال، وكيف تحول جملتك الى نفي وتستخدمهم بالشكل الصحيح. واسمع المقطع مره مرتين اخواني، من الاخطاء عند بعض الناس هذه الملاحظه الاخيره، يسمع المقطع مره واحده يتعب دماغه ويعني يقطع خلاص يوقف المقطع وانتهى موضوعه. لا يا عزيزي الطالب، اسمع مرة ومرتين وثلاث، ستجد كل ما تسمع عدة مرات انه تدخل المعلومات بشكل اعمق وتركز على نقاط انت لم تلقي لها اهتمام اثناء شرحي. النقطة الأخيرة اليوم انه انا قسمت البلاي ليست يعني في القناة تبعي، بتدخل في قائمة التشغيل، حطيت الفيديوهات الى الرايتنج الى الريد الى البرونسيشن اللفظ النطق الكلمات المحادثات القواعد الأزمنة وضعتها كلها، اللي حاب انه يدخل مش هيضيع في عدة عدد الفيديوهات الكثيرة، فتستطيع انك تختار كيف تكتب تتعلم الرايتنج او النطق الحروف تنطق اللي ما تنطق، كله وزعته في قائمة التشغيل، تختار الفيديو اللي يعجبك. Thank you very much، شكرا جزيلا لكم، لا تنسوا الاشتراك واللايكات وارسل زميلك خليه يستفيد. Good luck، حظا موفقا، see you soon، أراكم قريبا.